السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع في مادة رياضة البحث المتقدمة لطلبة دبلوم الطرق الكمية الفرقة الأولى. معاكم دكتور وحيد أحمد ماهر. الموضوع اللي هنتكلم عنه فيه النهاردة بعنوان المحددات. حضرتك لازم تكون بانتهاء هذا الموضوع متعرف على بعض النقاط، منها المفهوم النظري للمحددات وأهميته، فهم الرتب المختلفة للمحددات، كيفية حساب المحددات من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة. لازم يكون متعرف على الخواص المختلفة للمحددات. لازم يكون عندك كيفية ومعرفة لحل المعادلات باستخدام المحددات. في البداية ممكن أعرف المحدد بأنه مجموعة من العناصر المرتبة أفقيا في شكل صفوف ورأسيا في شكل أعمدة موضوع بين خطين رأسيين متوازيين بشرط تساوي عدد الصفوف مع عدد الأعمدة. طيب رتبة أو درجة المحدد، تتحدد الرتبة دي أو الدرجة حسب عدد الصفوف أو الأعمدة، وتبدأ من الرتبة أو الدرجة الثانية إذا كان المحدد يحتوي على صفين وعمودين، ويمكن أن يكون من الرتبة الثالثة إذا كان يحتوي على 3 صفوف وثلاث أعمدة، وذلك حتى الرتبة النونية أو النون، والتي تعني أن المحدد يحتوي على عدد نون من الصفوف وعدد نون من الأعمدة. عاوزين نعرف الأول إزاي أجيب قيمة مفكوك محدد الرتبة الثانية اللي هو طبعا بيحتوي على صفين وعمودين. مثلا لو عندي محدد زي اللي قدام حضراتكم اللي هو أ ب ج د، جيب قيمة المحدد عن طريق حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي اللي هو أ ب د ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الفرعي اللي هو ب في ج، يبقى هنا قيمة المحدد أ في د ناقص ب في ج. طب لو عندي محدد رقمي أو بالأرقام زي اللي أمام حضراتكم، هيبقى هنا 3 في 9 اللي هو عناصر القطر الرئيسي 3 في 9 ناقص عناصر القطر الفرعي اللي هو 4 في 2، يبقى 3 في 9 27 ناقص 4 في 2 ب 8، يبقى الناتج النهائي 19. لو أنا عندي بقى مفكوك محدد من الرتبة الثالثة، أجيب قيمته إزاي؟ عندي أكتر من طريقة زي طريقة المرافقات زي طريقة الأقطار المتوازية. طب هنشوف دلوقتي لو أنا عاوز أجيب قيمة محدد من الرتبة الثالثة بطريقة المرافقات. أول حاجة هختار أحد الصفوف أو أحد الأعمدة اللي أنا هشتغل عليها. طبعا بيفضل الصف أو العمود اللي فيه صفار عشان يبقى فيه تسهيل للحل. رقم 2 هنجيب محدد كل عنصر، وهنا معنى كلمة محدد هو المحدد المتبقي بعد شطب عناصر الصف وشطب عناصر العمود الواقع بهما هذا العنصر. رقم 3 هضرب كل عنصر في المحدد بتاعه. رقم 4 لازم أراعي قاعدة الإشارات اللي هي كلنا عارفينها طبعا، اللي هي لو هو محدد من الدرجة الثانية هيبقى موجب سالب وسالب موجب، لو هو محدد من الدرجة الثالثة هيبقى موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب. شوف التمرين ده مع بعض. لو عندي محدد من الرتبة الثالثة العناصر بتاعته، الصف الأولاني 7 2 7 والصف الثاني سالب 2 سالب 5 سالب 2، الصف الثالث 1 3 4. ولو هختار عناصر الصف الأول عشان أشتغل عليها مع مراعاة الإشارات بتاعتها، فتبقى الصف الأول اللي هو 7 2 7 الأرقام بتاعته مع مراعاة الإشارات هتبقى موجب 7 وسالب 2 وموجب 7، عشان طبعا الإشارات تبقى موجب سالب موجب. طب أول عنصر هو موجب 7، كتبت موجب 7 وبعد كده هشطب الصف والعمود اللي وقع بهم السبعة دي أو العنصر الأولاني، يبقى أول رقم عندنا اللي هو 7 أشطب صفه وأشطب عموده، هتبقى محايدة يتكون من 4 أرقام اللي هو سالب 5 وسالب 2 و3 و4. طب العنصر الثاني اللي هو الاثنين، طبعا اللي هو بعد تعديل اشارته بقى سالب 2، لو شطبت الصف بتاعه شطبت العمود اللي هو موجود فيه هيتبقى برده محايد من 4 ارقام اللي هو سالب 2 وسالب 2 و1 و4. العنصر الثالث اللي هو السبعه اللي هي بالموجب طبعا، لو شطبت صفها وعمودها هيتبقى محايد اللي هو سالب 2 سالب 5 1 3. هيبتدي نحسب قيمه محدد كل رتبة من الدرجة الثانية. فمثلا المحدد الأولاني سالب 5 في 4 يبقى بسالب 20 وبعدين ناقص، سالب 2 في 3 بسالب 6،
ما نيجي نحسب كل ده ونضربه في العناصر الخارجية وبجمع جميع المحايدات هيطلع الناتج النهائي سالب 93. طبعا الهدف الأساسي من معرفتنا بالمحددات هو استخدام المحددات في حل المعادلات الخطية أو بما يسمى بطريقة كرامر. خطوات طريقة كرامر هو ترتيب المعادلات الأول، لأن هي لازم أتأكد من الترتيب. طب لو هي مترتبة بعد كده أنتقل للخطوة الثانية اللي هو إيجاد قيمة المحدد العام أو الدلتا. طب الدلتا ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن محدد يحتوي على الأرقام اللي هي أمام س وص وع، يعني المعاملات بتاعت س وص وع. طب لو في معامل أو متغير غير موجود هنحط بداله صفر. تاني خطوة أجيب محدد س أو دلتا س، هو عبارة عن المحدد العام اللي أنا لسه جايبه من الخطوة السابقة، بس بدأ بعد ما أحذف العمود الخاص بقيم س وأحط الثوابت أو الأرقام اللي هي بعد اللي يساوي بدلا منه. طب محدد ص أو دلتا ص، هو برضو نفس المحدد العام مع حذف العمود بتاع ص وأحط الثوابت بدلا منه. محدد ع أو دلتا ع، هو عبارة عن المحدد العام مع حذف العمود الخاص بقيم ع ووضع الثوابت بدلا منه. آخر خطوة إن أنا هجيب قيمة المجاهيل اللي هو س وص وع عن طريق مثلا س هتبقى دلتا س على دلتا، ص هتبقى دلتا ص على دلتا، ع هتبقى دلتا ع على دلتا. تمرين عشان يبين ازاي احل المعادلات باستخدام المحددات، مديني معادلتين 2 س زائد ص بتساوي 1 وسالب 2 ص زائد س زائد 7 بيساوي 0. قبل ما احل وابتدي في الحل بتاعي لازم اتاكد من ترتيب المعادلات. طبعا هنا مش مترتبه، يبقى أول حاجة هرتبها، المعادلة الأولى مترتبة اللي هي 2 س زائد ص يساوي 0، والمعادلة الثانية لأ دي محتاجة تترتب، س طبعا في مكانها، والسالب 2 ص هتتحط في المكان المظبوط بتاعها، والسبعة هتنتقل للجهة الأخرى بإشارة مختلفة هتبقى سالب 7، يبقى كده رتبت المعادلات. من المعادلتين اللي قصادنا اللي أنا بعد الترتيب طبعا، هبتدي أحدد المحدد العام، طبعا المحدد العام قلنا اللي هو بيتكون من معاملات س أو قيم س وقيم ص. يعني قبل ما ننتقل للصفحة اللي بعديها، احنا عندنا قيم س هنا في المعادلتين هتبقى 2 و1، وقيم ص هتبقى موجب 1 وسالب 2 زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. فهنا المحدد العام اهو في العمود الأولاني اللي هو قيم س اللي هو 2 و1، والعمود الثاني اللي هو قيم ص 1 وسالب 2. هبتدي أحل المحدد ده 2 ضرب سالب 2 وبعدين ناقص 1 ضرب 1، هيطلع الناتج النهائي 5. فكده اجيب دلتا س. دلتا س ده اجيبها ازاي؟ ان انا العمود الاول اللي هو بتاع س ده هستبدله بعمود الثوابت اللي هو 1 وسالب 7، بعدين احسب قيمة المحدد 1 في سالب 2 ناقص 1 في سالب 7 هيبقى 5. طب محدد ص هكونه عن طريق ان انا هستبدل عمود ص اللي هو العمود الثاني بقيم الثوابت واحسبه، هيبقى 2 في سالب 7 ناقص 1 في 1 هيبقى سالب 15. في النهاية عاوز اجيب قيمة س وقيم ص. قيمة س اللي هي دلتا س على دلتا، دلتا س اللي هي طلعت معايا بخمسة، على دلتا العام اللي هي سالب 5، 5 على سالب 5 هيبقى سالب 1. طب قيمة ص، دلتا ص على دلتا، دلتا ص اللي هي سالب 15 على دلتا اللي هي سالب 5 يبقى هتساوي 3. طبعا كده ده لو انا حليت محدد او معادلتين باستخدام المحددات. ممكن حضرتك تجرب نفس الخطوات السابقه في حاله وجود ثلاث معادلات. اتمنى لحضراتكم التوفيق وتكونوا استفدتوا بمحاضره النهارده. شكرا.